اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية من القصرين إلى عدد من المحافظات وصولا إلى العاصمة تونس. استنفار أمني جزائري عند الحدود مع ليبيا لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح. جسر جوي روسي لنقل المساعدات الإنسانية إلى أهالي دير الزور المحاصرين من قبل داعش. الحكومة الأمريكية توافق على تسليح طائرات F-16 عراقية بقيمة ملياري دولار. أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم. من الميدان التونسي عماد شطارة من تونس العاصمة ومراد الدلنسي من القصرين. ومن الميدان الجزائري أسامة عبد النور من العاصمة الجزائر. من الميدان السوري ديما نصيف من دمشق. ومن الميدان العراقي عبد الله بدران من بغداد. ولمتابعة هذه التطورات أيضا ينضم إلينا في الاستوديو الباحث العسكري العميد المتقاعد دكتور محمد عباس. أسعد الله مساءك دكتور. اليوم لدينا ميدانين في قلب الحدث الجزائر وأيضا ما يجري في تونس. سنبدأ مع تونس حيث اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية في تونس والتي انطلقت في محافظة القصرين إلى عدد من المدن والمحافظات ومن بينها العاصمة. أفادت مراسلة الميادين بأن الحكومة دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة إلى شارع الحبيب بورقيبة في محافظة المهدية. أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على محتجين أمام مبنى المحافظة. وفي ولاية باجة أقدم شاب على طعن نفسه أمام مقر المحافظة فيما اقتحم محتجون مقر المحافظة في القيروان وجندوبة مطالبين برحيل المحافظ. رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر قطع زيارته للخارج والعودة لترأس اجتماع للحكومة بعد يومين. وفي محافظة سيدي بوزيد قام محتجون بإغلاق الشوارع بالحجارة والإطارات المطاطية كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة التي ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من اقتحام الولاية. كثيرة هي القصص التي تقف خلف تحرك أهالي مدينة القصرين الاحتجاجي. كوثر لم يسعفها الحصول على شهادة جامعية في إيجاد عمل سعت سنوات للحصول عليه. عجزها عن إعالة عائلة تتألف من 8 أفراد جعل الشارع خيارها للتعبير عن رفضها. كاريين دار مستأجرين منزل، صاحب المنزل عنده 3 سنين يحب يخرجنا من الدار. حتش على شنو باش نفيقنا؟ نفيق الصباح نفس المهزلة، نفس الأمل يموت. شروق الشمس بالنسبة لنا مش أمل جديد. الحرية تكمن في الحصول على عمل لائق، شعار يتقدم تحركات المواطنين في المدينة. ولأن الحكومة بحسب المحتجين لم تستجب لحاجات المواطن، كان التصادم مع الشرطة أمرا واقعا لا خيارا. حق مسلوب ندافع عليه. الطريق الوحيد اللي تسمع به الحكومه هي الكر والفر، ما عندناش حتى طريق. طالبنا ما بوش يسمعونا ويسوفوا فينا، عندنا 5 سنين وهم يسوفوا. مقتل رجل شرطه خلال الاحتجاجات وفرض السلطات حظر تجوان لساعات انعكسا على اجواء مدينه القصرين. تعزيزات شديده للجيش والشرطه بهدف بسط الامن في مقابل تجمعات للمحتجين الذين يرون في مطالبهم حقوقا مشروعه. رائحة الغاز المنبعث من قنابل الغاز المسيلة للدموع عبقت في الشوارع وارتفعت سحب من الدخان في الأزقة، ازداد معها الجو البارد أصلا ضبابية إضافية. عندنا بند دستوري موقعش تفعيله التمييز الإيجابي للمناطق الداخلية ما شفنا منها حتى شيء، وعودكم الانتخابية ووعود الحزبية كلها فراغ ما ثم شيء. كل شيء في هذه المدينة يشي بأن الأوضاع تحتاج إلى حل. ترى الحكومة أنها قدمت جزءا منه عبر تشغيل 6400 عاطل من العمل وإقامة مشاريع استثمارية. حلول تمثل بنجا موضعيا أم استئصالا لمرض البطالة؟ الكلمة الفصل تبقى للشارع. معي الآن مباشرة من تونس العاصمة مراسل الميادين عماد شطارة. عماد، آخر المعلومات فيما يجري حاليا في العاصمة.
نعم، الاحتجاجات متواصلة في المناطق الشمال الغربي في محافظات الوسط والجنوب. تقريبا المشهد ذاته يتكرر في المحافظات، التوجه إلى مقر المحافظة، محاولة الاقتحام، الاصطدام مع قوات الأمن، استعمال الغازات المسيلة للدموع، وحينما تحتدم هذه المواجهات يقع انسحاب للقوات الأمن ودخول للجيش لهذه المناطق لتفادي الفراغ الأمني في هذه المناطق ولحماية المنشآت العامة والخاصة. هي حالة احتقان إلى حد الآن، ليس هناك موقف رسمي يستوعبها أو حتى يوجه برسالة احتواء أو طمأنة لهذه المناطق. والوضع الاجتماعي متفاقم، الحراك متواصل، وهناك استنساخ للمشهد تقريبا في العديد من المناطق، يدفع يعني إلى التساؤل عن المشهد الموالي، كيف ستكون عليه البلاد. الجميع يسأل وليس هناك أجوبة محتملة إلى حد الآن، لا أحد يعلم أي تطورات يمكن أن تؤدي إليها هذه الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها. وتقريبا المشهد يتكرر، ولكن هناك نية أيضا للاعتداء على المقرات الأمنية بالحرق والتخريب، رغم أن وزارة الداخلية أكدت أنها ستبقى على حياد وأنها لا تلجأ إلى استعمال العنف والقوة إلا لحماية المنشآت العامة ولتخريب الممتلكات أو لمنع عمليات سلب ونهب في بعض المناطق. المعلومات أيضا تقول عماد بأن هناك تعزيزات أمنية وصلت إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، هل هناك نية لتنظيم المزيد من التظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة؟ بصراحة المسيرة التي وقعت اليوم في شارع الحبيب بورقيبة كانت محدودة جدا، يعني لا تشكل أي خطر، ولكن الشارع ورمزيته والمؤسسات الهامة التي موجودة بهذا الشارع باعتباره يعني الشريان الرئيسي للعاصمة، لذلك في كل مرة يقع دفع تعزيزات. هذا الإجراء يعد روتيني وليس استثنائي، ولابد من وجود تعزيزات أمنية استثنائية في هذا الشارع، تحسبا أولا للاعتداء على المنشآت العامة، وثانيا تحسبا لأن يستغل الإرهابيون هذا الظرف المتوتر لتنفيذ بعض الضربات. الاحتياطات الأمنية لها خلفيات تختلف عن القارئ العادي للحادث. لا ننسى أن البلاد تتهدد ومخاطر الإرهاب، هناك محاولات للتسلل على حدود التراب الليبي، ربما هناك تعليمات لبعض الخلايا النائمة بالتحرك، بالتالي على الجهاز الأمني أن يبقى متيقظا وعلى جهوزية تامة كمان. طيب عماد، أيضا رئيس الحكومة الحبيب الصيد قطع زيارته للخارج وسيعود إلى البلاد، ولكن على ما يبدو اجتماع الحكومة سيكون بعد يومين وليس فورا. هل تحتمل الأوضاع الاجتماع؟ تفضل. هو سيعود، اختصر الزيارة لم يقطعها، اختصر توقيت الزيارة ولم يقطعها. الاجتماع سيكون صباح الأحد، ومن بعد الاجتماع الوزاري والذي سيتخذ ربما إجراءات طارئة وعاجلة لاحتواء الأزمة سيتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي، ولكن ربما الوضع المحتقن في بعض المناطق، ربما مسألة التوقيت قد لا تخدم في صالح الحكومة. الانتظار إلى السبت وما سيفرز عنه هذا الاجتماع الوزاري، تبقى الأسئلة معلقة ونأمل أن تعود التهدئة إلى الشارع. طيب عماد، سننتقل الآن إلى القصرين، ومن هناك مراسل الميادين مراد الدلنسي لنعرف، كان هناك قبل ساعة أو ساعتين من الآن مراد هدوء نسبي في القصرين، الأوضاع الآن هل هناك انتظار لتحقيق المطالب؟ أيضا ماذا عن المناطق المجاورة؟ نعم، المشهد في وسط مدينة القصرين تغير عما كان عليه قبل ساعات من الآن. خلفنا تقريبا ب 300 إلى 400 متر هناك احتجاجات تجددت هذه تجمع مئات المحتجين رغم الهدوء الذي شاهدناه. وكذلك في نفس الوقت هناك استمرار للاعتصام أمام مقر المحافظة. بطبيعة الحال العديد من المواطنين هنا اعتبروا أن تصاعد الأحداث وعودة الاحتجاجات أمر متوقع، لأن كل هذه القرارات التي تم إعلانها ربما لا ترضي المواطنين هنا ويعتبرونها حلولا ترفيهية وليست أساسية. نحن
الآن معنا الآن إحدى النشطات في المجتمع المدني هنا، ربما لتفسر لنا أسباب عودة هذه الاحتجاجات إلى مدينة القصرين. نعم طبعاً. يحدث اليوم هو في حقيقة الأمر هو تصحيح لمسار ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، باعتبار أن المبادئ الأساسية التي قامت عليها الثورة هي استحقاق التشغيل، التنمية العادلة بين كل الجهات، الكرامة، الشغل والكرامة والحرية والكرامة الوطنية. لن يتحقق شيئا من هذه المبادئ والراية التي رفعها شباب ولاية القصرين وكل شباب بوزيد وفي كل شباب في كل شبر من إرادة سياسية حقيقية من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في تغيير الواقع الأليم، الواقع المر اللي تعيشه مدينة القصرين. اليوم لاحظنا هدوءا في مدينة القصرين، الآن منذ ساعة تقريبا تجددت هذه الاحتجاجات في وسط المدينة. هل الشباب ربما كان ينتظر طيلة اليوم ربما قرارات أخرى؟ لماذا تحرك الآن؟ لا سيدي الكريم، أولا الشباب مراد الدلنسي، هناك لدينا مشكلة في الصوت يعني، ويواصل مسيراته وتعبيره الحر السلمي. شباب القصرين هم دويشة وشهيرة. طيب مراد، مضطر لي أن يعني نوقف هذه المقابلة بسبب رداءة الصوت، لم نكن نسمع ما كانت تقول السيدة. أعود إلى عماد شطارة إذا كان لازال معي من تونس. عماد، يعني هذه الاحتجاجات التي تنظم في العاصمة أيضا في باقي المدن في الوسط، في الجنوب الشرقي، في القصرين، كنت سأسأل مراد هذا السؤال، هل لها أطر تنظمها؟ هل تشكلت هناك أطر لمنظمين؟ هل هناك لها برنامج يعني معروف أنه سيكون هناك تظاهرات في الساعة الفلانية أو إلى آخره؟ أم ما يجري هو فعلا حالة عفوية، يعني حالة، لا أقصد عفوية، أقصد عشوائية، ليست منظمة وليس لها برنامج للاحتجاج؟ نعم، نحن نتحدث عن حالة اعتقان في المناطق الغربية للبلاد وفي الوسط والجنوب. هذه الاحتقان هو يعني تقريبا المشهد ذاته الذي وقع في القصرين أو في سيدي بوزيد، هو أهالي هذه المنطقة ولهم مطالب مشروعة بالتشغيل والتنمية لأنهم يعتبرون أن مناطقهم مهمشة ومنسية. لكن المشهد يختلف سواء في تونس العاصمة أو في المهدية، المسيرات كانت مسيرات مساندة لما لأهالي القصرين، مساندة لهذه المناطق المهمشة. هناك مسيرة انتظمت يعني أمس بالعاصمة، شارك فيها الاتحاد العام لطلبة تونس، يبدو هو الطرف المنظم، ولكن شارك فيها أيضا العديد من العاطلين الذين طالبوا، رفعوا شعار يعني المطالب بتوفير الشغل. لكن اليوم الذين خرجوا للشارع هم فقط متضامنون مع ما يجري في القصرين و يرفعون الشعارات ذاتها للتذكير، مثل ما وقع في الأحداث التي كانت وراء ثورة يناير التي أسقطت نظام بن علي. لم تكن هناك جهة واضحة ومنظمة لهذه الأحداث، ولكن هو المشهد يبدو تدفق شعبي، تحرك شعبي عفوي. الآن هناك بعض الأطراف التي تحدثت وقالت بأن هناك مندسين مأجورين يحاولون تنفيذ عمليات التخريب وهم الذين وراء هذه الأحداث. هذه الأصوات التي تحدثت عن وجود مندسين جوبهت بانتقادات لاذعة، اعتبروا أنهم يشككون في مشروعية هذا الحراك الشعبي العفوي. هناك بعض الاتهامات من هذا الجانب أو ذاك، لا نريد أن نشكك في شرعية هذه الاحتجاجات وفي حقية المطالب، ولا نريد أن ننفي إمكانية أن يكون هناك بعض الأطراف المندسة أو التي تقف من الخلف لتحريك هذه الاحتجاجات. المشهد على الأرض قد يختلف عن الذي يقرأ من بعيد المشهد، ولكن الاحتجاجات إلى حد الآن تبدو عفوية، تتحدث عن مطالب مشروعة، عن التنمية والتشغيل والمرافق الحياتية الأساسية،
تطالب بمراجعة المنوال التنموي وبلفتة من السلطة المركزية في العاصمة. أشكرك جزيل الشكر عماد شطارة مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من تونس العاصمة. أيضا من القصرين أشكر مراد الدلنسي مراسل الميادين كان معنا من هناك. سيادة العميد الدكتور محمد عباس، إذا ما أردنا أن نتحدث عن مناطق الاحتجاج انطلاقا مما كنا نعرضه قبل قليل، واضح اليوم أن الأمور أن رقعة الاحتجاجات اتسعت، أليس كذلك؟ يعني القصرين هي عملية مهد الثورة التونسية الأولى، صحيح، يعني في عام أواخر عام 2010-2011 انطلقت منها شرارة الثورة. ويعني من يلاحظ المشهد اليوم في تونس يعود بالذاكرة إلى 5 سنوات، وكأننا اليوم نعيش كانون أول 2015، كانون أول 2010، كانون تاني 2011. عادت عقارب الساعة نفس المطالب، الشباب رفع نفس الشعارات. طبعا تغير في المشهد الاستبداد السياسي، يعني زال الاستبداد، راح زين العابدين بن علي، بس على المستوى الاقتصادي والتنموي والاجتماعي لم يتغير شيء. يعني هذه المناطق كما ذكر مراسلكم، هذه المناطق المهمشة في سيدي أبو زيد والقصرين، هذه المناطق لا زالت مهمشة. يعني خلال 5 سنوات البعض، يعني الذين وصلوا إلى السلطة على أكتاف الشباب التونسي الذي تظاهر، هؤلاء لم يقدموا شيئا، لم يقدموا برنامج يتحقق منه الحد الأدنى. يعني خلال 5 سنوات ماذا تحقق في تونس؟ أزلنا الاستبداد السياسي، ولكن هل هناك تخطيط استراتيجي تنموي اقتصادي؟ لم تعالج القضايا الاجتماعية. أنا أريد أن أسألك سؤال قبل أن أنتقل لملف آخر دكتور إذا سمحت لي. إذا لاحظنا على الخريطة القصرين، سيدي بوزيد، القيروان، جندوبة، سوسة، المهدية، هذه المناطق الغربية التي تشهد احتجاجات قريبة جدا. عندما نقول وسطى يعني هي جنوب العاصمة عمليا. هذه المناطق دكتور قريبة جدا من جبل شعانبي، وتلك المنطقة كما تعرف شهدت أحداث، يعني جبل الشعانبي لا زال وجود خلايا إرهابية في تلك المنطقة. هل تعتقد أن هناك فرصة لاستغلال الفوضى الذي يمكن أن تكون في تلك المناطق لأن يعني يكون هناك تهديد إرهابي في تقديري في تونس؟ يعني حاليا ستبقى يعني الأفق المظهر، أفق التحركات يعني غير واضح كما نلاحظ، لأنه هذه المظاهرات ليس لها قيادة سياسية محددة، يعني ليست ذات توجه سياسي. نفس الشعارات التي رفعت، البطالة، الفساد، كل الشعارات اللي رفعت في عام 2010 لا زالت هي نفس الشعارات، وهي ليس لها قيادة سياسية. ولكن أنا متيقن أن وعي الشعب التونسي يعني لن يصل بالبلاد إلى الفوضى، يعني حتى ما يحصل من تخريب أكيد ليس في أجندات المتظاهرين، قد يكون هناك أجهزة تحرك لتشويه هذه الانتفاضة، وهذه الأجهزة قد تكون من ضمن خلايا الدولة العميقة، يعني هي التي تقوم بهذه العمليات التخريبية لمؤسسات الدولة. لا يمكن لأحد عاطل عن العمل أن يقوم بتخريب ما يريد العمل به. كنت أشير إلى منطقة حدودية دكتور، جبل الشعانبي القريبة من هذه المناطق التي تشهد احتجاجات، وكنت أتحدث إن كان يمكن أن تستغل بعض الخلايا الإرهابية الاحتجاجات للتنفيذ عمليات أو الدخول إلى تلك المناطق. الإرهاب قد يستفيد من مما يحصل، ولكن الوضع يعني لن يصل الوضع إلى الخراب الشامل حتى تستفيد. يعني هذه التنظيمات تستفيد إذا تخرب الوضع التونسي تماما، يعني إذا غاب الأمن. يعني عمليا المتظاهرين لم يقوموا بأي شعارات لتخريب المؤسسات ولا لتخريب الأمن، لذلك أنا في تقديري سيستفيدون من بعض الفراغ الأمني في بعض النقاط، ولكن الوضع الأمني سيبقى ممسوكا. يعني تسمح لي أنتقل إلى الجزائر دكتور. اليوم أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عن استعداد الضباط والجنود المرابطين عند الحدود الشرقية لرد أي اعتداء إرهابي محتمل على خلفية تهديدات تنظيم داعش في ليبيا ضد الجزائر منذ يوليو الماضي. الجيش قرر توسيع الخنادق وتسجيج الحدود في خطوة استباقية لكبح نشاط المهربين. تقرير أسامة عبد النور. هجمات يومية ومحاولات متكررة للتسلل إلى الجزائر وتهريب السلاح يصدها أفراد الجيش الجزائري المرابطون على الحدود الشرقية. حالة من الاستنفار الأمني دفعت قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح إلى تفقد مراكز الحراسة عند الحدود مع ليبيا، وإلى حث الجنود على بذل المزيد من الجهود
لضمان أمن البلاد واستقرارها. أخذ الجيش وقيادة الأركان على عاتقه عمليات يعني نوعية، منها مثلا فيما يخص تعداد رفع عدد الجنود العاملين على مستوى الخط لسد أي ثغرات ممكنة، إضافة إلى أنه حفر وتوسعة الخنادق، إضافة إلى سياج مكهرب على مستوى مناطق مختلفة لمنع أي تسلل إرهابي. منذ اندلاع الحرب في ليبيا عام 2011 والجزائر تسعى على المحور الأمني والسياسي إلى استرجاع الاستقرار في هذا البلد الذي زعزع الأمن الإقليمي برماته، مخاوف الجزائر متنامية من انفلات أمني جديد إذا ما تدخلت قوى أجنبية في المنطقة. نحن ندرك في الجزائر بأن ليبيا هي قنبلة موقوتة، إذا ما تم التدخل ستنفجر هذه ليبيا، بالتالي شظايا هذه القنبلة سوف تترامى على أطراف كل المنطقة، بالتالي علينا أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات ولكل كذلك المآلات، وأن نتصدى باعتبار أن حربنا على الإرهاب هي حرب استباقية وليست حرب ردة فعل. هذا من جانب. من جانب ثاني كذلك نحن نسعى إلى نشر الاستقرار وصناعة السلم بالمنطقة. على طول 900 كيلومتر من الحدود المشتركة تواجه الجزائر مهمة معقدة في صد المد الإرهابي وتطويق التهريب الذي كلف البلاد خسائر بمليارات الدولارات. حالة من الاستنفار الأمني تعيشها القوات المسلحة الجزائرية بالمناطق الحدودية خاصة مع ليبيا، جهود تضاف إلى مساع سياسية أخرى ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين لتلافي الظاهرة الإرهابية والتدخل الأجنبي. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. وأسامة عبد النور يبقى معنا من الجزائر. أسامة، أريد أن أسألك عن درجة الخطورة التي يشعر بها الجزائريون نتيجة تهديدات داعش من ليبيا، وأيضا عن إجراءات أخرى يمكن أن تتخذ غير ما تم الإعلان عنها من إجراءات على الحدود. مساء الخير. بالفعل درجة الخطورة ربما تترجمها الأرقام التي تعلنها يوميا أو أسبوعيا وزارة الدفاع من حجز كميات معتبرة من أسلحة ليست خفيفة بل هي ثقيلة، من ربما أسلحة من الار بي جي وقنابل كانت دائما في محاولة لإدخالها للجزائر. هذه الأسلحة التي تهرب على الشريط الحدودي والذي هو شريط كما قلت 900 كيلومتر فقط على ليبيا وعلى مالي والنيجر، والجزائر محاطة بسبع دول حدود شاسعة، فهنا تظهر جليا وكما يقول أغلب المحللين الأمنيين هنا في الجزائر أن التهديد الإرهابي في ليبيا أصبح على باب الحدود الجزائرية. داعش اليوم تهدد الجزائر وتهدد أمنها. التواجد الإرهابي في ليبيا ربما بعدما شهده من اضطرابات هذا البلد الشقيق تعززت في هذا البلد، وهناك من يقول حتى أنه تواجد داعش وهناك محاولات لبعض الدول لكي تتدخل باسم محاربة هذا التنظيم، هذا السرطان الذي انتشر في شمال إفريقيا، هو لاستهداف الجزائر. أنت تعرف أن الجزائر بلد استراتيجي موقعا ومساحة وحتى بلد بترولي بالدرجة الأولى، استهدف قبل سنتين أو أكثر للمحطة الغازية جنتورين من إرهابيين متعددين الجنسيات حتى من كندا. فالجزائر لدرء هذا الخطر وفي محاولة هجوم استباقي على هذا الخطر الإرهابي الذي يحددها الذي يهدد من حدود مع ليبيا أو تونس وحتى مالي والنيجر، فحاولت أولا على المستوى السياسي لمحاولات الحوار ومساعدة الحكومة الجديدة التوافقية من أجل التشكيل والانطلاق في عمل سياسي ينعكس على أرض الميدان أساسه المصالحة والحوار لا أكثر، ومحاولة كذلك منع أو معارضة التدخل الأجنبي في ليبيا. نحن رأينا كيف تدخل الناس في ليبيا وجنينا اليوم استشهاد أسلحة ليبية في كل المنطقة. الجزائر تعرف جيدا يعني خطورة التدخل الأجنبي سواء ما كان عسكريا أو حتى من نوع آخر. هناك كذلك تحدي آخر على المستوى الأمني، بحيث أنه أغلب ربما رجال الأمن بمختلف أسلاكهم سواء كان الجيش متواجدون على الحدود، فالحدود الجزائرية الطويلة والعريضة هي تقريبا ما نقول نقطة ضعف ولكن هي تحدي اليوم. إذا تسللت الفلول الإرهابي للداخل الجزائري فهنا مشكلة كبيرة. طيب دائما القوات الجزائرية والسلطة والقيادة في الجزائر تركز على حاجة على شيء مهم جدا، هو أن نجاح الجزائر في دحر الإرهاب لمدة 10 سنوات
ونجاحها في إساءة المصالحة. طبعا أسامة هناك خبرة، نعم هناك تجربة وخبرة للجزائر من أحداث الأحداث التي شهدتها الجزائر في بداية التسعينات. أسامة عبد النور مراسل الميادين من الجزائر، أشكرك جزيل الشكر. ودكتور محمد عباس، الوضع الجزائر جغرافيا على الخريطة، المخاطر التي تتحدث عن 900 كيلومتر مع ليبيا، ولكن لا ننسى النيجر ومالي وموقع الجزائر حاليا، درجة الخطورة، الأماكن أو الثغرات التي يمكن أن تكون نقاط أو خاصرة ضعيفة بالنسبة للجزائر ويمكن لداعش أن تهددها من خلالها. على الخريطة يعني نلاحظ أولا طبعا الجنوب غير واضح، الجزائر لديها حدود مع دول حاليا توجد فيها القاعدة أو داعش، يعني ليبيا، تونس خاصة، يعني المنطقة الشمالية عندما نشير إلى جبل الشعامبي، جبل الشعامبي هو امتداد لسلسلة في الجزائر يتواجد فيها إرهابيين تواجدوا على مدى 20 عاما منذ عام 91 وشنوا هجمات على العاصمة وعلى وخاصة في شمال الجزائر. أيضا الحدود مع ليبيا، اليوم ليبيا هي الخطر الأساسي على الجزائر، لأن ليبيا حاليا يعني الوضع فيها، الوضع الأمني معروف، وداعش والقاعدة يسيطرون على أكبر مساحات ممكنة من ليبيا. وأيضا الجزائر لا ننسى موضوع مالي، يعني القاعدة انتشرت في وسط أفريقيا حاليا، موجودة في نيجيريا، في النيجر، في وفي مالي. مالي إلى الجنوب الغربي من الجزائر، والنيجر إلى الشمال الشرقي. أيضا الجزائر يعني موقع جيوستراتيجي في المنطقة، أنا في تقديري يعني حكما هي في عين الاستهداف من قبل الإرهابيين القاعدة أو داعش، لأن الجزائر يعني بعد ليبيا دائما هم عندهم بدائل، يعني بدائل إذا استهدف في ليبيا الجزائر هي حاضرة، ولا زال لديهم في الجزائر يعني حتى اليوم الجيش صحيح سيطر والأمن بشكل عام، ولكن لازال هناك خلايا داخل الجزائر تتحرك. طيب كل فترة. إذا ما طرحنا موضوع التعاون العسكري والأمني دكتور، المطروح والمنادى به دائما بين الدول التي يعني بين السلطات في ليبيا أو الحكومات المحلية الموجودة في ليبيا، وبين تونس، الجزائر، المغرب، مصر، من أجل تطويق أو تعزيز الحدود وتطويق الخلايا المتطرفة. المشكلة أنه ليس هناك تنسيق بين هذه الدول، لأن كل دولة تعاني على حدة وتحاول مواجهة أزماتها بالاستعانة بالخارج دون تنسيق على المستوى الإقليمي. يعني مفترض أن يكون هناك تنسيق إقليمي، الظاهر ليس هناك تنسيق كما يجب، يعني تنسيق كامل بين تونس والجزائر والحكومة الليبية حدا أدنى الحكومة الشرعية القائمة في غرب ليبيا. يعني يفترض أن تكون هناك يعني قوة مشتركة، تنسيق أمني، هذا لم يظهر حتى اليوم. قد يكون هناك تواصل وتبادل معلومات، ولكن هذا لا يكفي، يعني كل دولة تحاول حل مشاكلها بيدها والاستعانة ربما بدول من خارج الإقليم. دكتور سننتقل إلى الميدان السوري، ولكن نتوقف مع فاصل، بعده مباشرة نكمل. مجددا حياكم الله. يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد الجماعات المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي. مراسلة الميادين أفادت بأن الجيش استعاد السيطرة على بلدة الغنمية غرب سلمة، وتقدم داخل بلدة الحور شمالها بعد سيطرته على تلة بيت ميرو. ويساهم هذا التقدم في فتح معركة استعادت بلدة ربيعة، أهم معاقل المسلحين بعد بلدة سلمة التي استعادها الجيش قبل أيام. أمنت الطائرات الروسية جسرا جويا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة دير الزور المحاصرة من قبل داعش. المساعدات يتم تجهيزها وتوضيبها قبل أن تساهم الطائرات السورية في إيصالها إلى حرمهم، من حرمهم داعش من الحصول على الغذاء والأدوية منذ قرابة عام ونصف. جسر جوي من المساعدات الإنسانية الروسية لمدينة دير الزور التي يحاصرها داعش. قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية هي مركز استقبال المساعدات ليجري تجهيزها وتوضيبها قبل إيصالها إلى من حرمهم داعش الحصول على الغذاء والأدوية منذ قرابة عام ونصف العام في دير الزور شمال شرق سوريا. بدعم لوجستي روسي تشارك الطائرات السورية في إلقاء المؤن والأغذية للمدنيين في المدينة.
من قاعدة حميميم تنطلق طائرات إليوشن إلى سماء دير الزور محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الأساسية بعد تدهور حال سكانها والتهديد الجدي بوقوع مجاعة في المدينة. نقدم المساعدات الإنسانية على نحو دائم إلى الشعب السوري، وهناك في دير الزور مواطنون يحتاجون إلى الغذاء والدواء حتى يستطيعوا مقاومة الحصار، ونحن سنرسل هذه الشحنات لعلها تسد الرمق. ينظم الجيش السوري توزيع المساعدات، الأولوية للأطفال والنساء والحالات الطبية الحرجة، مساعدات قد لا تكفي ما يحتاج إليه السكان إلا أنها تسد رمق المحتاجين في المدينة. دير الزور المحاصرة وتقديم المساعدات جوا صورة جديدة لمدينة سورية أمعن داعش في حصارها وتجويع أهلها بعد عشرات المجازر الدموية التي راح ضحيتها المئات من المدنيين، أما من تبقى منهم فينتظر اليوم طريقا بريا آمنا لوصول مساعدات تمكنه من الاستمرار في الحياة. معي الآن مباشرة من العاصمة السورية دمشق مديرة مكتب الميادين في سوريا ديما نصيف. ديما، بداية نبدأ من دير الزور حيث انتهى التقرير الجسر الجوي الروسي لإيصال السوري لإيصال المساعدات إلى دير الزور. تفاصيل مثل هذه العملية أيضا تأثيرها على سير المعارك، تشهد دير الزور في الأيام الماضية معارك شرسة بين داعش وبين الجيش السوري في المناطق في مناطق التماس وأيضا في على تخوم مناطق المحاصرة. نعم بالفعل كمال، يعني هذه المساعدات هي ليست الأولى، هذه ثاني مرة يعني تصل فيها الطائرات الروسية أو توصل فيها الطائرات الروسية مساعدات غذائية وإنسانية لدير الزور المحاصرة. طبعا هذه المساعدات بحسب وزارة الدفاع الروسية بلغت الأطنان من المساعدات الإنسانية، يعني تنزل عبر مظلات خاصة إلى المناطق المحاصرة من دير الزور. طبعا دير الزور كما قلت في الخبر هي محاصرة من حوالي العام ونصف، وهناك حوالي 200,000 مدني موجود في هذه الأحياء التي تحاصرها داعش. كان طبعا الجيش السوري يستطيع أن يعني بالحد الأدنى أن يوصل يعني بعض المواد الغذائية والتموينية إلى هذه البلدة، لكن بات الأمر صعب جدا مع الهجوم الجديد الذي قام به داعش. وطبعا بطبيعة الأحوال يعني كانت القافلة الأولى أو المساعدات الأولى التي ألقت بها الطائرات الروسية قبل الهجوم بيوم واحد، واليوم أيضا تم تنفيذ إلقاء ثاني يعني لهذه المساعدات. هذا يوضح بأنه العمل الروسي في سوريا يتعدى العمل العسكري وهو تطوير للعمل الإنساني والإغاثي. وطبعا تحاول موسكو أو الطائرات الروسية أن توصل المساعدات الغذائية إلى مناطق محاصرة ولا يمكن التفاهم أو حتى التفاوض مع الأطراف التي تحاصرها، يعني من غير الممكن أن يكون هناك تفاهم أو تفاوض مع داعش من أجل فتح ممر آمن وإدخال المساعدات الغذائية إلى هذه المناطق، وخاصة بعد يعني تراجع قدرة الطيران السوري على إيصال المساعدات كما كان في وقت سابق رغم الحصار، ورغم أن حتى الطيران الروسي لم يكن يستطيع أن يلبي كل حاجات المحاصرين داخل هذه الأحياء. إلى جانب أنه طبعا يعني هذه المساعدات جاءت بطلب من الحكومة السورية والجيش السوري من أجل يعني رفع بعض من المعاناة على يعني على المدنيين المتواجدين في هذه المدينة، والتي تخضع كما قلت لاشتباكات عسكرية وباتت على خط التماس، رغم أن الجيش استطاع إلى حد كبير يعني استعادة المبادرة في مناطق البغيلية واسترداد 10 نقاط تقريبا من التي سيطر عليها ننتقل داعش. بسرعة ديما، الطيران الحربي السوري نعم نفذ بعض الغارات الجوية بعد أن كان الجو لا يسعفه في ذلك خلال اليومين الماضيين. ننتقل إلى ريف اللاذقية ديما، اليوم يبدو هناك أيضا مناطق جديدة أو قرى جديدة تم استعادتها في تلك المنطقة. نعم بشكل سريع جدا، المناطق التي تمكن الجيش السوري من استعادتها هي تستكمل السيطرة على جبل الأكراد، وأيضا تستكمل اقتراب الجيش من الطريق الدولي الفاصل بين حلب واللاذقية. نحن نتحدث عن مناطق إذا ما انطلقنا من سلمة هي إلى الشمال من سلمة وإلى الشمال الغربي من سلمة، طبعا ربيعة تقع إلى أقصى الشمال الغربي من سلمة، تفصلها أو يفصل بينهما الأوتوستراد الدولي، وبالتالي باتت ربيعة وهي ثاني أكبر معاقل المسلحين في ريف اللاذقية ضمن مربع محاصر
من الجيش السوري، سواء محاصر بوجود القوات السورية أو حتى يعني سيطرة بالنار. طبعا حاول المسلحون خلال اليومين الماضيين استغلال عامل الطقس والأمطار والعاصفة المطرية التي ضربت في الريف اللاذقية من أجل عمل هجوم مضاد، لكنه فشل سريعا. وهذا طبعا رغم أنهم شكلوا غرفة عمليات مشتركة لكنها لم تستطع أن تتقدم ولا حتى أن تسترد أي من النقاط التي خسرتها. هذا يؤكد بأن سيطرة الجيش على التلال الحاكمة وأيضا استرداده لحوالي 91 بلدة وقرية ومدينة في ريف اللاذقية أضعف المناورة لدى المسلحين. لم يستطيعوا أو لن يستطيعوا على الأقل بسهولة أن يقوموا بهجومات مضادة في هذه المناطق، وبالتالي يستكمل الجيش توجهه أو تقدمه نحو ربيع. شكرا جزيلا لك ديما نصيف، مديرة مكتب الميادين في دمشق، على كل هذه المعلومات حول ريف اللاذقية وحول دير الزور. سيادة العميد، دير الزور محاصرة، هناك مناطق محاصرة يمكن أن نشير إليها إذا سمحت أيضا. نعم. جسر جوي، أولا جسر جوي كيف ينفذ؟ أريد أن أسألك. يعني الجسر الجوي يقوم بإسقاط بالمظلات، إسقاط المواد الغذائية، كونتينرات يتم إسقاطها بالمظلات في مناطق طبعا، وهذه عملية معقدة لأنه عمليا الطيران فوق بقعة يعني بقعة خطيرة، يستلزم الطائرة من هذه الطائرات أن تطير على ارتفاعات محددة فوق مدى الأسلحة الموجودة لدى المسلحين، يعني فوق 4 كيلومتر، وإسقاط المظلات من هذا العلو قد يجعل يعني أن من بعض هذه المساعدات أن يسقط خارج النقطة المستهدفة. لأنه أصلاً طبعا الطقس سيء بفعل عوامل الرياح وغيره، ولكن يستطيع يعني قلت عملية معقدة ولكنها ليست مستحيلة، يعني يمكن أن إيصال معظم 80% من هذه العمليات الإنزال أن تسقط في الأماكن المستهدفة. طبعا هذا دير الزور. نعم. يتطلب دراسة طبعاً نوعية يعني السلاح التي يمتلكها العدو. طبعا يعني هي الطائرات لا تطير عن ارتفاع أقل من 4 كيلومتر، اللي هي مدى الأسلحة المحمولة على الكتف الموجودة لدى المسلحين أو المضادات الأرضية، يعني مدافع المضادة للطائرات التي لا يتجاوز مداها 3 كيلومتر عمليا. هل يمكن التذخير دكتور عبر الجسر الجوي؟ يعني إرسال كميات من السلاح؟ طبعا يعني بالإضافة إلى المواد الغذائية والأدوية، يعني تحديدا عمليا دير الزور خلال هذه الفترة كل الجهة الغربية من دير الزور هي كانت مناطق عمليا مناطق تأمين هذه المنطقة عمليا، يعني إلى جهة الغرب هذه مناطق سهلية ويستثمرها أهالي دير الزور، وكانت تتعرض بين الفينة والفينة لهجمات وللقصف، وهذه المناطق كان يستثمرها أهالي، يعني كان عندهم نوع من الاكتفاء الذاتي. طبعا الاكتفاء الذاتي بالحد الأدنى، عملية المساعدات اللي يتم إرسالها من الجو هي لاستكمال العمليات الميدانية، يعني بمعنى تتمي للعمليات الميدانية. يعني نحن بالعمليات الميدانية مثل ما قالت من يومين هي كانت عملية استثنائية، عملية كان من شأنها لو نجح المسلحين تغيير المشهد العسكري في هذه المنطقة، وعملية دير الزور لا يمكن الاستهانة بها كما قلنا، وكانت هذه العملية تهدف إلى السيطرة على كل دير الزور، على منطقة دير الزور، وإحداث من خلال إحداث الصدمة والترويع خاصة من خلال ظروف المعركة والحشد التي تم لهذه المنطقة واستخدام المكثف للانتحاريين. بعد أن استوعب الجيش هذه العملية، يعني نعتبر أن الجيش حقق إنجازا كبيرا بعملية استيعاب الهجوم الذي كان مخططا له أن يسقط دير الزور بكاملها، وحاليا الجيش استرد كما ذكرت مراسلتكم كل النقاط خاصة فندق الشام، هذا فندق الفرات، والجامعة قرب منه، وتلة الرواد، وهو عمليا يحيط بالبغيلية، أيضا معسكر الصاعقة ومعسكرات عياش اللي هن شرق عياش، هذه المعسكرات ادعى المسلحون أنهم سيطروا عليها أيضا لم يتمكنوا من السيطرة عليها، وهذه المعسكرات معسكرات الذخيرة مليئة بالذخائر، وهي أيضا في تلال استراتيجية تحكم الجهة الشمالية والغربية في شمال دير الزور. يعني عمليا الوضع في دير الزور الميداني ممتاز، حاليا المساعدات يمكن أن تزيد من صمود الأهالي وتكاتفهم مع الجيش. يعني نحن عملية البغيلية نريد الإشارة إلى مسألة أساسية، يعني عملية الانتقام من البغيلية هي عملية انتقام من كل، يعني هي درس
لكل سكان منطقة دير الزور، لأن سكان منطقة دير الزور والعشائر في منطقة دير الزور وقفت إلى جانب الدولة والجيش. طيب ننتقل إلى الميدان العراقي، حيث أعلن اليوم قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت عن مقتل 13 عنصرا من داعش بعملية اقتحام في منطقة حصيبة شرقي الرمادي، وأدت العملية أيضا إلى تدمير عدد من مواقع داعش، كما تمكنت قوة أمنية من تدمير نفق لداعش يربط منطقتي المضيق وحصيبة. رفض النائب عن تحالف القوى العراقية مشعان الجبوري الدعوات إلى تدويل قضية المقدادية وغيرها في العراق. الجبوري وفي اتصال بالميادين حذر من عودة داعش إلى محافظة صلاح الدين فيما لو انسحب الحشد الشعبي منها، ورأى أن أي تجاوز يقوم به أفراد من الحشد أو الجيش أو الشرطة لا يمكن تحميل مسؤوليته للمجموعة بأكملها. أعلن البنتاغون موافقة الحكومة الأمريكية على بيع العراق قنابل ذكية وصواريخ وذخائر بقيمة ملياري دولار لاستخدامها في مقاتلات F-16. وكالة التعاون الأمني للدفاع التابعة للبنتاغون قالت أن الصفقة المقترحة تتطلب إقامة نحو 400 من العاملين الأمريكيين في العراق حتى عام 2020. معي الآن مباشرة من بغداد مراسل الميادين عبد الله بدران، نسأل عن الصفقة أولا عبد الله، تذخير طائرات F-16 العراقية الموافقة بعد طول رفض على مثل هذه العملية، نريد تفاصيل أكثر إذا كانت موجودة لديك، وماذا تعني أيضا إذا كان هناك مواقف عراقية تتعلق بهذه المسألة. نعم كمال، أصل العقد الذي وقعه الجانب العراقي لتسليحه بسرب من طائرات F-16، هذا السرب يتكون من 9 طائرات من المفترض أن يكون العراق قد تسلمها كاملة في تموز من عام 2015. ما تسلمه العراق من هذه الصفقة هو 5 طائرات. في حقيقة الأمر أن واحدة منها سقطت أثناء عمليات التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية وقضى فيها طيار عراقي، ووصلت إلى العراق 4 طائرات F-16 تتواجد في قاعدة بلد الجوية جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين. 3 من هذه الطائرات هي من تعمل، وواحدة فيها عطل في رادارها. بالنسبة لبقية الطائرات التي بقيت وهي 4 طائرات، في بادئ الأمر رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تعويض الطائرة التي سقطت، ولكن كان هناك إصرار عراقي على اعتبار أن الطائرة سقطت ولم تسلم للعراقيين ولم تصل إلى أراضيهم، فمن المتوقع أن تصل قبل نهاية هذا الشهر، على اعتبار أن هناك أطراف عراقية مطلعة كانت قد أكدت أن العراق قد يتسلم منتصف هذا الشهر 5 طائرات. طبعا الأمريكيون دائما كانت الحجة الرسمية التي يسوقونها أنه لم تكتمل البنية التحتية ولم يكتمل عدد الطيارين الذين أكملوا مهمات التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية أو الذين تدربوا في دول أخرى ضمن صفقة طائرات F-16، لكن من المفترض في نهاية هذا الشهر يتسلمها العراق، وقد تتواجد في قاعدة عين الأسد وأخريين من الطائرات تتواجدان في قاعدة بلد الجوية. نعم كمان. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من بغداد. دكتور محمد عباس، فيما يتعلق بالقنابل الذكية، صواريخ، تذخير الطائرات وتسليح طائرات F-16، وافقت الولايات المتحدة. نريد أن نسأل أول شيء عن هذه الخطوة، من الناحية العسكرية تأثيرها في الميدان في المعارك التي تجري حاليا، عندما يمتلك العراق مثل هذه الأنواع من الصواريخ الذكية ماذا يعني؟ أيضا التواجد الأمريكي في العراق الذي سوف يرافق مثل هذه الصفقة. نعم. نريد أن نسأل 3 نقاط يعني. طبعا عمليا خلينا نبدأ بالنقطة الأخيرة، عملية التواجد الأمريكي، يعني من خلال موضوع المدربين نحن نعلم أن هناك رفض شعبي كامل في العراق لوجود الأمريكيين، لعودة الأمريكيين إلى العراق أو لتمركز جنود أمريكيين داخل العراق. كل المكونات السياسية في العراق ترفض هذا الأمر، ولكن يعني يجري الالتفاف على هذا الأمر من خلال دائما إظهار في الإعلام الأمريكي عجز الحكومة العراقية والجيش العراقي عن إنجاز المطلوب منها. لذلك ساعة تتحدث عن صحوات، ساعة تتحدث عن عشائر، ساعة تتحدث عن قوة محلية في العراق لتنوب عن الجيش العراقي، وأيضا الهجوم على الحشد الشعبي. هم يريدون التدخل أو العودة إلى العراق تحت مسميات أخرى ومنها التدريب، وخير مثال على ذلك إرسال 1800 جندي
منذ يومين يعني تمركزوا غرب البغدادي في قاعدة عين الأسد. غرب البغدادي هنا هاي البغدادي تمركزوا في عين الأسد. عندما نتحدث عن 1800 جندي لا نتحدث عن مدربين، نتحدث عن قوة مهمات خاصة، قوات خاصة مدربة تدريب عالي ولديها أسلحة حديثة للقيام بمهمات خاصة. يعني هذه الخطوة الأولى نحو العودة الأمريكية إلى العراق. ولذلك نحن نرى عملية التباطؤ واللي ذكرناه أكثر من مرة، عملية التباطؤ في دعم الجيش العراقي، يعني عمليا وعملية البطء في تقدم الجيش العراقي. يعني كل عملية تستلزم عدة أشهر. عملية الرمادي بدأ الحديث عنها منذ 6 أشهر حتى انتهت منذ يومين. أذكر أنك ربطتها بقرار سياسي. لذلك أنا في تقديري حاليا يريد الأمريكيون أن يكون لهم حصة في موضوع الحرب في غرب العراق، وتحديدا يعني في هيت والحديثة. هيت هي شمال البغدادي والحديثة. وأيضا إذا كانوا يريدون عمليا فتح الطريق باتجاه عمان باتجاه الرضبي باتجاه الرضبي هنا، يريد الأمريكيون أن يكون لهم حصة ومتواجدون. متواجدون لا أقول كغرفة عمليات أو كمدربين، متواجدين كعسكريين. يعني يريد الأمريكيون القواعد التي جهزوها قبل الانسحاب عام 2011 في نهاية العام 2011 يريدون العودة إليها تحت مسميات يعني مختلفة. الجنود في قاعدة عين الأسد كما أشرت إليها هم وحدي قتالية غرب البغدادي، البغدادي هي جنوب هيت. جنوب هيت هي نواة، هي نواة لقوى عسكرية أمريكية قد تقوم بمهام خاصة أو تنتشر في هذه المنطقة. 1800 جندي هي قوة كافية للقيام بعمليات في هذه المنطقة. يعني وقد يتواجد 1800 عسكري لاحقا في مناطق أخرى، أكيد عند الأكراد، في غير في هناك قوات مهمات خاصة بالإضافة للمدربين. هاي واحدة. عملية التسليح تدخير نقطة تانية. يعني تخيل أنه 5 طائرات، عم نتحدث عن ملياري دولار. يعني العراق لحقت الخليج بموضوع التزود بالأسلحة. هي تدفع ضريبة الحماية أو ضريبة القرار الأمريكية، تدفع $2 مليار ثمن أسلحة لتزويد 5 طائرات أو 9 طائرات. يعني هذا رقم هائل ويفوق المعقول. يعني هم يريدون أن يستنزفوا الاقتصاد، يريدون أن تقاتل العراق. يعني يريدون القتال في العراق بأموال الشعب العراقي وبأموال الدولة العراقية. يعني بلا ما تغير الطائرات الأمريكية نحن سنعطي ذخائر للطيران العراقي، ولكن ذخائر مدفوع ثمنها بعشرات الأضعاف. $2 مليار إذا كان 9 طائرات بدهم تسليح قنابل ذكية $2 مليار، تخيل أنه عندهم 100 طائرة. يعني كانت ميزانية العراق قلة لا تكفي لذلك. يعني هذا الأمر بأكد بفريق على أنه خلال الفترة الأخيرة الطيران التحالف لم يقم سوى بغارات محدودة. يعني الطيران الروسي في سوريا رغم القدرات الروسية التي لا يمكن القدرات الروسية الاقتصادية والمالية لا يمكن مقارنتها بقدرات الولايات المتحدة، ولكن القدر يعني الروس خلال 4 أشهر شنوا غارات فاعلة وبالعدد أكثر وفاعلة أكثر. أيضا هذه هذه الطائرات دكتور سيرافقها 400 جندي أو عسكري للتدريب ولغاية 2020، كله مدفوع التكاليف، مدفوع التكاليف من العراق. ضمن عندما نتحدث عن مليارين يعني هن طبعا هي أرقام مبالغ فيها، ما في شيء عم بيقدموه. يعني منا كاريتاس الولايات المتحدة، الولايات المتحدة يعني تأتي تريد العودة إلى العراق وتريد قبض ثمن وجودها في العراق أيضا، ليس فقط العودة من خلال إثارة المشاكل الداخلية. وكلنا نعرف نحن الإعلام الذي يتحدث طورا عن الحشد الشعبي وعن الجرائم وموضوع إثارة ما جرى في المقدادية والمقدادية، يعني طبعا نحن بنشوف الإعلام اللي عم يتحرك وراء ما حصل في المقدادية، والإعلام الأمريكي ليس غريبا عن هذا الأمر. يعني أنه ما جرى في المقدادية وكأنه لإظهار أنه الحشد الشعبي غير قادر، ولعودة الحديث عن يعني شفنا بعض القادة السياسيين يتحدثون عن حماية خليجية أمريكية لمكون محدد في العراق خارج إطار الحكومة. يعني امبارح الهاشمي وبعض النواب العراقيين دعوا بتدخل خليجي أمريكي لحماية أهل السنة في العراق تحت هذا العنوان. يعني هذا العنوان. طيب سيادة العميد انتهى الوقت للأسف. مرض الطائفية أصاب المنطقة كلها. العميد الدكتور محمد عباس الباحث العسكري، شكرا لحضورك ولكل المعلومات التي أضفتها للميادين التي طرحناها اليوم. في الختام تذكير العناوين: 9 دائرة الاحتجاجات الشعبية من القصرين إلى عدد من المحافظات وصولا إلى العاصمة تونس. استنفار أمني جزائري عند الحدود مع ليبيا لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح. جسر جوي روسي لنقل المساعدات الإنسانية لأهالي دير الزور المحاصرين من قبل داعش.
الحكومة الأمريكية توافق على تسليح طائرات F-16 عراقية بقيمة 2 مليار دولار. لمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر للميادين يمكنكم زيارة صفحة الميادين في الإنترنت الميادين.net وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.